أحلى شباب، يسعد أوقاتكم من وين ما بتتابعوني. شباب، قبل ما نبلش الفيديو بتمنى رجاء خاص منكم تعطونا لايك على الفيديو شباب، ما تنسوا، ونحن إن شاء الله ما نقصر مع أي حدا، ونكونوا كريمين معي وأنا بكون كريم مع الكل إن شاء الله، ما بقصر مع أي شخص بيطلب مني أي أغنية إن شاء الله. رح نتعلم مع معزوفة لسليم محلة المايسترو، بس يعزفها بالأرجيلي، إيقاع لف شباب، سرعة 97 طلعت معي أنا هيك، زائد 3 ترانسبوس، صوت ناي، هيك الصوت شباب. تمام شباب؟ نعزفها بإيقاع بطيء مشان المبتدئين والمبتدئين، بعدين بنرجع نعلي الإيقاع. مشرق المي والسي، هلأ رح نعزفها بإيقاع أسرع 97. نعزف أغنية توبل بالني والله جنني للفنان أذين العلي على نفس المقام ونفس اللحن. شباب ما خصهم بالتشكيلات اللي عم بعزفها سليم هلا، تمام؟ في حركة بعد شباب بعملها هيك، في حركة كمان شباب،
كمان شباب على الحركة. في حركة شباب كمان هيك. فينا نلعب على البيات وفينا نلعب على الكرد. بس هي الحركة تبع الأغنية هيك. البيات شباب. من هون شباب لأنه الكاميرا مو مبينة.
هاي شباب التشكيلات على مقام مثل ما حكينا البيات والكرت وعلى ايقاع اللف. هلا راح نتعلم على ايقاع الكتاكوفتي، تمام شباب؟ هلا على ايقاع الكتاكوفتي زائد 2 ترانسبوز نفس التشريقه، تمام؟ سرعه 108. نفس التشكيلات اللي حكيت عنهم اول الفيديو شباب، بس انه فيها الحركة. تشيلي كمان شباب على المجوز بحكي فيها هز خسارك هز، فيها التشيلة كمان شباب. خلنا نشوف كيف. صراحة ما عندي أصوات حلوة مثل أصوات الفيتري اللي بعزف عليها. في تشيلة كمان شباب هيك على المجوز.
اصبعنا هون على الصور وبنلعب هون. شباب في كمان هاي التشيلة رائعة. شباب هاي تشيلة المجوز. كمان تشيل شباب على المجوز مثل أغنية التوبل بيني حكيت عنها قبل. أنا نعزفها بصوت المجوز شباب. كمان شباب هاي التشيلة. بس مشان تتعلموا وتستفيدوا اكثر وعم تطلع معي انا حركات جديده يعني انه عم تطلع معي هيك والله كمان تستفيدوا منها. برجع بحكي مو ضروري نحن نعزف نفس التشيلات، لا نحن بنشكل، مش غلط نحن بنشهر ونصير عازفين مثل سليم حلا، مثل طلال داعور، مثل حيدر يونس، مثل اي عازف شاطر، مثل اسعد وراق، مثل سيمو، ما في مشكله شباب. ليش نحن ما بنصير مثلهم يعني من الشهر؟ ما في اي مشكله، نتعلم نستفيد، المهم اهم شيء انه ما نطلع عن المقام شباب. في بعد تشيل الشباب هي اخر الاغنيه بعتقد، خلينا نستخدم هذا الصوت. على الكورد شباب، اوكي.
ان شاء الله يكون عجبوكم التسهيلات. بتمنى شباب تعطونا لايك على الفيديو، تشتركوا بالقناة الجداد، اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله ما مقصر مع اي حدا بيطلب اي شيء. تحياتي للجميع.